السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي ومتتبعينا الكرام. فيديو اليوم سوف نتكلم عن الراحل سوشانت سينغ راجبوت. وقبل الخضوع في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا دعمكم لي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد وترك تعليق ولايك. لا تزال قضية انتحار النجم البوليودي العالمي سوشانت سينغ راجبوت حديث وسائل التواصل الاجتماعي، وتتصدر العناوين الإخبارية بالرغم من مرور سنتين. وبالرغم من أن القضية أغلقت خلال فترة قليلة سابقة على أنها عملية انتحار، إلا أنه ما يزال هناك العديد من التطورات التي تشهدها القضية والتي تثبت تورط العديد من الأشخاص في قضية الانتحار. وشهدت قضية وفاة النجم الهندي الراحل سوشانت سينغ راجبوت تطورات جديدة شملت اتهام حبيبته وصديقته السابقة ريا تشاكرابورتي بتحريض سوشانت سينغ راجبوت على إدمان المخدرات وإنفاق ثروته وأمواله عليها. وبحسب تقارير رسمية، فإن المتهمة صديقة النجم الهندي الراحل السابقة اتهمت هي وشقيقها بشراء المخدرات وتحريض سوشانت على الإدمان عليها. وجاء في التقرير الرسمي ما يلي: إن جميع المتهمين قد شاركوا في المؤامرة الإجرامية ما بين شهري مارس وديسمبر من عام 2020، وذلك في شراء المخدرات وتوزيعها دون ترخيص. وتابع التقرير إن ريا تشاكرابورتي استلمت العديد من شاحنات الغانجا وأرسلتها للراحل سوشانت سينغ راجبوت الذي أدمن عليها. وخلال وقت سابق تم القبض على ريا بتهمة تتعلق بالمخدرات في نفس العام الذي توفي فيه سوشانت سينغ راجبوت، ولكنه تم الإفراج عنها بكفالة مالية بعد أن قضت شهر في السجن. وتوفي النجم البوليودي الشهير سوشانت في عام 2020، وتحديدا في 14 يونيو من ذلك العام، حيث تم العثور على جثته في منزله وقد أغلقت القضية باعتبار أنه انتحار. ولكن التحقيقات كما قلت كشفت أن انتحاره كان بتحريض من بعض الأشخاص والذين وجهت لهم تهمة التحريض للانتحار والوفاة. ووفقا لصحيفة دي هندوستان تايمز، قدم مكتب مكافحة المخدرات الهندي NCP اتهامات ضد الأشقاء أمام محكمة خاصة في مومباي يوم الأربعاء. وأفادت وكالة الأنباء BTA أن المدعي العام الخاص أتول سارباندي قال إن النيابة العامة أبقت على التهم ضد جميع المتهمين كما هو مذكور في لائحة الاتهام. ووفقا للتقارير، اقترحت النيابة أن تتهم المحكمة ريا وشويك باستهلاك مواد مخدرة وشراء ودفع ثمن هذه المواد مقابل أن يتناولها سوشانت سينغ راجبوت. وقد مثل الأشقاء تشاكرابورتي مع المتهمين الآخرين أمام المحكمة في 22 يونيو. وحدد القاضي الخاص فيجي راغوانشي جلسة جديدة في يوليو. ومؤخرا في الذكرى الثانية لوفاة سوشانت سينغ راجبوت، شاركت ريا مجموعة من الصور لها برفقة سوشانت مشيرة إلى أنها تفتقده كل يوم. وفي الحقيقة القليل من يعترف أن عالم الترفيه في مومباي الآن أموره قد تغيرت بعد وفاة الممثل سوشانت سينغ راجبوت، والجمهور ليس هو نفسه تجاه صناعة السينما الهندية. ولكن الآن بدأ الناس يعترفون بتأثير موت سوشانت سينغ راجبوت على بوليوود ويدعمون القضية بشكل كبير، ويقولون أيضا لقد حصل على هذا ليس فقط بسبب موهبته، ولكن حصل عليها بسبب أعماله الطيبة والإنسانية واللطف والحب. أصدقائي ومتتبعين الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو.
إلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو جديد. مع السلامة.